بقالي كام يوم دماغي يعني مليانة تفكير، ونفسي أعرف في اللي بيحصل ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدير، ما نصرناش ليه على طول؟ وليه طوفان الأقصى من الناس كانت عايشة وبياكلوا ويشربوا خلاص؟ يعني أنا بس عايز أفهم ليه ده كله؟ تقدر ترد عليا وتفهمني اللي بيحصل ده؟ وأنا عايزك حد، عايز حد يريحني بس مش أكتر. خليني ارد عليك بخصوص السؤال الاول بتاع طوفان الاقصى، بعدين ارد عليك بتاع نصر ربنا سبحانه وتعالى. السؤال الاول بتاع طوفان الاقصى، انا عايزك بس تخيل ان الناس دي بتتحاصر بقى 20 سنه. في 2008 22 يوم ضرب وقتل وهدم، في 2012 8 ايام ضرب وقتل وهدم، في 2014 2200 شخص يموتوا، في 2021 2032 شخص يموتوا. كل ده حصل وكل ده بيحصل وهيحصل، كل ده في الارض بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ارضه فهو شهيد. خلي بالك ان الناس دي بتدافع عن عرضها وبتدافع عن مالها وبتدافع عن ارضها. فتقول لي طوفان الاقصى، الناس دي بقت عارف ان 3 متر، 3 متر المفروض يتحرك فيهم فرد واحد، هم خلوا المتر يتحرك فيه 6 افراد، خلوها زي علبه الكبريت. وتقول لي اصل طوفان الاقصى، حتى وزير الدفاع بتاعهم بيقول لك دول حيوانات بشريه، يعني بنتعامل معاهم على انها حيوانات بشريه. لما ترجع كده في التاريخ وتشوف اتفاقيه شريف بتقول لك لا يحق لاحد ان يضرب الفسفور الابيض على المناطق المدنيه، يعني الناس المدنيه ما تضربش على فسفور ابيض، هم عادي بينتهكوا الحقوق ما فيش اي مشاكل. يقول لك حقوق الانسان وحقوق الحيوان، هو اصلا يعني مش عارف، مش هو ما اصلا ما احترمش اي حاجه، وبقى علني يقول لك اصل داعش. عرفت بقى ان اسرائيل هي اللي داعش؟ عرفت ان اسرائيل هي اللي بتحرك كل المصايب اللي بتحصل؟ فالمقاومه دي مقاومه عاديه جدا، انا واحد قاعد في بيتي، دخل عليا ناس عايزين ياخدوا عيالي وبيتي ومالي، فانا قاعد مش قادر ادافع عن نفسي ومش قادر اخد قرار ومش قادر اقف. فلما صدقت وقفت عشان تقول لي دم بارد، ده انا راجع اصلا بئر السبع اللي انا اتطردت منها اصلا، انا مطرود من بئر السبع وانا راجع بضرب وباخد، عايز اخد حته ارجع تاني لمكاني. الناس دي متعلمه ان انا يا اما النصر واما الشهاده. اما مساله نصر ربنا سبحانه وتعالى لينا، ارجع للقران كده، وذنب اللي ماتوا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه تعرفها لهم. تخيل الناس دي في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره ال عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الناس دي يا عم راحت الجنة، الناس دي نجحت. الخوف والله العظيم والحزن مش عشانهم، الحزن علينا احنا، ان احنا مش قادرين ننصر بكلمة، مش قادرين ننصر بأي حاجة. أي حد مسؤول وأي حد يقدر ينصر الناس دي اللي بتموت ولحمها بيطلع، أي حد مسؤول والله والله سيتحاسب عن ربنا، والله لا يتحاسب. وكلهم اتي يوم القيامه فرد، كل واحد قدام ربنا يقف يقول له انت كنت قادر تقول، كنت قادر تنشر حاجه وما قدرتش تنشر وما قدرتش تعمل حاجه. الناس دي بتموت ليل ونهار ومحدش دريان بيها. يقول لك طوفان الاقصى، هم ايه اللي خلاهم اصلا يبقى في مقاومه؟ هو اصلا ليه في احتلال؟ يعني هو ليه في احتلال؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ركز بقى، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. هم بيعلموا وانتم بتعلموا. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيم. انت بترجو الجنه وكان الله عليم حكيم. هو يروح فين لما يموت؟ والذين كفروا فتعسا لهم واضل احمالهم، خشوا جهنم والعياذ بالله. فدي المساله بتاعت نصر الله سبحانه وتعالى لينا. ربنا قال في القران: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وصلت لك؟ طب انا دلوقتي انا يعني مش معايا سلاح ومش بحارب ولا اي حاجه، انا دلوقتي يعني اقدر انصر اخواتي دول ازاي وانا قاعد في مكاني؟ انصرهم ازاي وانا قاعد في بلدي؟ يعني نفسي اعرف. عندك اول حاجه النصر، الدعاء. الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الداعي. لح على ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء. سيدنا محمد في غزوه بدر، غزوه بدر دي كنا عددنا 317 واحد وبنقابل 1100 من جنود المشركين. سيدنا محمد قعد يدعي لحد ما الرداء بتاعه وقع من عليه بسبب دعائه للمسلمين. فادعي ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وما توقفش الدعاء. اول حاجه تدعي ربنا سبحانه وتعالى ويبقى عندك ثقه بالدعاء. تاني حاجة انك ما تفرطش في اي كلمة تقول اي حد حواليك، والله تقول القضية الفلسطينية دي 1 2 3 4 وتعرفوا ان دي ارضهم وتعرفوا ان دي قبلتك اللي ربنا قال سبحانه وتعالى عنها في القرآن: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وانت لازم تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين بيستعملك. وان تتولوا يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثلكم.
اي فيديو زي ده مثلا تشاركه، اي حاجه خاصه بالاحتلال بتدعم الاحتلال، ما تدعمهاش. مش هتموت من الاكل، مش هتموت من الشرب، الحاجات اللي انت هتنقطع عنها والله العظيم ما هتموت، الحاجات دي كلها مش هتقدر يعني هتعيش من غيرها، واصلا انت كنت عايش من غيرها، بس هي كلها جديده عليك، فقاطع الحاجات دي لله سبحانه وتعالى. اي مكان وعارف ان المكان ده يوصل ليه تقدر تبعت لهم صدقه، تقدر تبعت لهم حد مضمون يديهم اي صدقه او معونه، ما تتاخرش عنهم، ساعد باي حاجه، ساعد بنشر اي كلمه، ساعد بتعريف اي كلمه عنهم. ولازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الابتلاء بكثره الذنوب. والله العظيم ربنا قال في القران: وانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عشان ربنا ينصرنا، عشان ربنا ياتي بوعد الحق، لازم نكون يعني نصرنا ربنا سبحانه وتعالى. لازم تنصر ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني اسمع كده بيقول ايه في القران: فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. خلي بالك اي حاجه هتعملها لنفسك كده كده الموقف هيعدي، بس في واحد ما بيعديش الموقف الا ما بيحط بصمته، وفي واحد بيعدي الموقف عادي من غير ما يحط بصمته، من غير ما ياخد اجر، من غير ما ياخد حسنات، من غير ما ياخد ثواب. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. فوعد ربنا كائن وسيكون، والله سبحانه وتعالى وعدنا بتحرير المسجد الاقصى وسيتحرر المسجد الاقصى. فلو انت مش مع القضيه فإما منافق يا إما يهودي يا إما صهيوني. فكر في كلامي وخلي عندك وعي. أنا بحبك في الله.